حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من تخيل لمحبي الشعر وبالتحديد فن المحاورة. ترى بدأت محاورات موسم الرياض مع نخبة من الشعراء. مشاركتنا هذه تعتبر مشاركة وطنية، ومهرجان الرياض هذا نعتبره تاج على رؤوسنا، ونعتبر الاحتفالات الرسمية هذه أنها خط وصل بين القيادة وبين الشعب، ولنا الشرف في الحضور ولنا الشرف في المشاركة. نشكر القائمين على موسم الرياض وعلى الترفيه بشكل عام، وعلى رأس الهرم معالي المستشار تركي آل الشيخ. لا شك أن إتاحة الفرصة لشعراء المحاورة للمشاركة في هذا الموسم يعتبر أول شيء أنه واجب وطني، لأننا نشارك في تراث وطننا ونشارك في ترفيه وطننا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا ما هو غريب أنهم يدعون شعراء المحاورة، والمحاورة فن من فنون هذا الوطن، ولا هو غريب أنهم يدعونها وأنهم يكرمون الشعراء ويكرمون الشعر، والله يبيض وجيههم. ومهرجان كبير ومهرجان فخم، وعاصمتنا تستاهل ومملكتنا تستاهل، وحنا في الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر القائمين على المهرجان. بالحقيقة فن المحاورة كما يعرف الجميع فن له شعبية جارفة داخل المملكة ودول الخليج، واللفتة نعتبرها لا تخص شعراء المحاورة فقط، إنما تخص جميع المهتمين في هذا الموروث وجميع المتابعين وجماهير هذا الفن. الحقيقة نشكر معالي المستشار، نشكر الجميع، تنظيمات رائعة في جميع فقرات الموسم الرياض، أعداد كبيرة وصلت للموسم الرياض. الشيء هذا يشرفنا أن نكون ضمن المشاركين. في البداية نقول نشكر هيئة الترفيه على احتواء الفن المحاورة، هذا الفن الذي منتشر ليس في المملكة فقط إنما منتشر على مستوى الخليج العربي. الحمد لله أن المحاورة اهتموا فيها، والحمد لله بشركم يعني غدا ترى عندنا محاورة. اليوم كنا في محاورة رائعة جدا، وغدا عندنا محاورة يوم السبت في شيء جديد في العرضة تزير، راح يحضرها فرقة خاصة، فرقة التبتة من الطايف، غير فرقة صفوف السلطة، راح يحضرها أربعة شعراء من شعراء الجنوب من أكبر الشعراء. إنه برضو الأسبوع القادم برضو في ثلاث محاورات أخرى في الأيام القادمة القريبة، في ثلاث محاورات أخرى ثلاث ليالي برضو فيها 12 شاعر متنوعين، وفي طرحهم ومن رموز الشعر.